أيها السادة الأكارم، نلتقي في هذا الحفل البهيج، وخير من نفتتح به حفلنا هذا آلات بينات من الذكر الحكيم. نحتفل ونحتفي اليوم بكل من الأستاذ عبد الرحمن ماما، وكذلك الأستاذ محمد بكري، كذلك الأستاذ مصطفى فارس. نحتفي كذلك بالأستاذ أنس كرومي، وكذلك الأستاذ علي أبي الدين، والأستاذ حسن أيت وعراق، وكلهم قضاة كما ذكرت شارك معهم سنوات من العمل بين جميع المكونات. اختلفنا أحيانا وتوافقنا أحيانا، ولكن الأمر لم يخرج عن الممارسة المهنية التي تفرض الاحترام والتقدير بين جميع المكونات. أشكر اللجنة المنظمة من قضاة المنتخبين، وهذا إن عبر وإن دل عن شيء فإنما يدل على اللحمة المتجانسة بين أعضاء ومكونات هذه المحكمة، والتي تعطي فكرة حقيقية عن مرفق القضاء بكل مكوناته. لقد أبيتم اليوم إلا أن تبينوا مرة أخرى على أن وسطة العدالة هي مكون واحد، وأبيتم إلا أن تشكروا قضاة قضوا سنين من عمرهم يصنعون العدالة، عدالة تزنيت التي يطور بها المثل في وطننا. نحن سعداء أننا نلحقوا لهذا التكريم ديال الإخوان ديالنا الزملاء ديال السادة القضاة. هذا التكريم وإن كان يبدو رمزي، ولكن تيكرس واحد الثقافة ديال الاعتراف، الاعتراف الآخر. حقيقة هذه المناسبة مناسبة استثنائية، نلتقي فيها بمكرمة نخبة من السادة الأساتذة الذين غادروا هذه المحكمة، منهم من أحيل على التقاعد، ومنهم من انتقل إلى العمل بمحكمة أخرى. نشكر جميع المحتفلين على ما قدموا من خدمات جديدة، سيما أنهم كانوا يجمعون بين الأمانة والكفالة. ولا تفوت من فرصة كذلك لنرحب بالسادة القضاة الجدد متمنيين لهم كامل التوفيق والنجاح. يعتبر تكريم السادة القضاة من واجبات الذوق والتربية الحسنة، فعند تكريم من كانوا القضاة لنا نحن بذلك نظهر ولا بالقليل من الامتنان والشكر لما فعله من أجلنا ومن أجلنا القديم وبصفة عامة من أجل مصلحة عامة. باسمي وباسم كل أفراد أسرة العدالة على كل ما قدموه للعدالة بابتداء تزنيت، وأهنئهم كذلك أنهم نقشوا اسمهم بأحرف من ذهب في سجل العدالة بابتداء تزنيت.